وأشار المياحي إلى أن الصيف القادم سيكون كارثيا على العراق في ظل وجود الإدارة الحالية بوزارة الكهرباء كاشفا عن فساد ومحاصصة في توزيع وزارة الكهرباء لحصص المحافظات، كأنما يتم الاستجداء منها. الصيف القادم سيكون كارثي على العراق في ظل وجود الإدارة الحالية التي ساعات التجهيز في ذروة فصل الشتاء، نشهد أنه هذا الانهيار التام في منظومة الكهرباء. بالتالي أتحمل مسؤولية كلامي بالأرقام. هناك فساد وسوء إدارة ومحاصصة وتباين في توزيع الحصص بين المحافظات. نتحدث مع الوزير في كل مرة ويعطي وعود ونذهب له وكأنما نستجدي من وزارة الكهرباء حصتنا، ويجي يتحدث معنا أنه هذه الحصص توزعها الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، وهذا غير دقيق. الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات منذ 2018 إلى الآن لم تتدخل في توزيع الحصص بين المحافظات.